الجمهورية الفرنسية، تلك الدولة التي تظهر في كل مناسبة وغير مناسبة بمظهر الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان. ماذا لو كان تاريخها منافياً تماماً لكل ما تدعيه من احترام للحريات والحقوق؟ ماذا لو كان تاريخها مروعاً مليئاً بالدماء التي زكمت أنوف البشرية وحافلاً بانتهاكات صارخة لكافة حقوق الإنسان؟ فما محل كلام قادتها عن حقوق الإنسان وحريته من الإعراب؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة من التاريخ لنتعرف على الوجه الآخر لفرنسا من خلال أبرز المجازر التي ارتكبتها في حق الأبرياء، لندرك الوجه الآخر للدولة الفرنسية الذي لا يعرفه الكثير منا. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. كانت أولى إنجازات الثورة الفرنسية حرب إبادة جماعية داخل فرنسا نفسها في مقاطعة فانديه التي هي ضمن مقاطعات الجمهورية الفرنسية. يذكر الباحث والجامعي الفرنسي رينالد سيشير في كتابه بعنوان فانديه من الإبادة الجماعية إلى إبادة الذاكرة أن الحرب الأهلية المعروفة التي تلت الثورة الفرنسية لم تدم سوى 5 أشهر، أي من مارس آذار سنة 1793 تاريخ انتفاضة سكان مقاطعة فانديه على الثوار الجمهوريين، وحتى 1 أغسطس سنة 1793 تاريخ التصويت داخل البرلمان الفرنسي على أول قانون سحق وإبادة هؤلاء السكان. أما ما حصل فيما بعد فهو تطبيق حقيقي ومنهجي لهذا القانون لم يسلم منه حتى قاطنو مقاطعة فانديه الموالون للثوار، حيث تعرض سكان مقاطعة فانديه بين العامين 1793 و1794 تعرضوا لمجازر وحشية راح ضحيتها نحو 117 ألف قتيل من الأطفال والنساء والعجز والرجال. إذا ما أردنا الحديث عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها فرنسا في حق الأبرياء ربما سنحتاج إلى عشرات من مقاطع الفيديو حتى يمكنها استيعاب هذا الكم الهائل من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى، لذا سنستعرض معكم أبرز 10 جرائم ارتكبتها فرنسا في حق الإنسانية. الحروب الصليبية. كانت الحروب الصليبية التي شنتها الدول الأوروبية على الشرق الإسلامي هدفها القضاء على الإسلام وتحرير بيت المقدس من أيدي المسلمين. كان لفرنسا السبق في هذه الحرب، حيث قادت أول حملة عسكرية صليبية في بلاد المشرق الإسلامي تلبية للدعوة التي أطلقها البابا أوربان الثاني في كليرمونت في فرنسا عام 1095. قد قامت تلك الحملات الصليبية بمجازر مروعة في حق المسلمين على مدار 2 كاملين من الزمن. تجارة العبيد. لم تكتفي فرنسا بفرض سيطرتها على 35% من القارة احتلتها لأكثر من 300 عام بداية من عام 1524، ارتكبت خلالها مجازر وحشية في حق المدنيين ونهبت ثروات تلك الدول ومواردها، لكنها حولت بعض مستعمراتها أيضا إلى مراكز لتجارة العبيد، حيث كان يتم اقتيادهم إلى أوروبا ليواجهوا هناك معاملة بشعة وأشغال شاقة أدت إلى وفاة الكثير منهم. ليس هذا وحسب، بل إن فرنسا من فرط احترامها لحقوق الإنسان كانت تدفع بالعبيد إلى الخطوط الأمامية من الجبهات، حيث لقي حوالي 71 ألف جندي إفريقي في صفوف الجيش الفرنسي مصرعهم في الحرب العالمية الأولى فقط. تدنيس مقدسات المسلمين. في الوقت الذي ينص فيه القانون الفرنسي على احترام جميع المعتقدات، نجد أن فرنسا تتعمد دائماً استفزاز مشاعر المسلمين والتضييق عليهم وإهانة مقدساتهم. هذا ليس بجديد على الدولة الفرنسية، ففي أثناء الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 اقتحمت القوات الفرنسية الجامع الأزهر بخيولهم وألقوا المصاحف والكتب على الأرض وداسوا عليها بأقدامهم. الجزائر. كان للجزائر نصيب الأسد من المجازر الوحشية التي ارتكبتها فرنسا في حق الإنسانية، إذ استخدمت القوات الفرنسية كل وسائل العنف والترهيب والتعذيب لقمع الجزائريين الذين هبوا للدفاع عن وطنهم ضد المحتل الفرنسي، فكانت حصيلة القتلى نحو 2 مليون جزائري حتى أطلق على الجزائر بلد المليون شهيد.
هذا وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2018 بأن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان جريمة ضد الإنسانية، لكنه في نفس الوقت لم يبدي أي أسف أو يقدم اعتذار للجزائريين، بل إنه قام بتكريم 26 من الجزائريين الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم، ومنحهم رتبة فارس في جوقة الشرف للدولة الفرنسية. في عام 2020 قامت فرنسا بتسليم الجزائر رفات 24 مقاتلاً قتلوا أثناء مقاومة قوات الاحتلال الفرنسي، حيث كانت جماجم بعضهم معروضة في متحف في باريس بحسب ما ورد في إذاعة البي بي سي. مجزرة كبكب. بعد احتلالها تشاد عملت فرنسا على طمس هوية ذلك البلد المسلم، ألغت القوانين الإسلامية ومنعت استخدام اللغة العربية، كما هدمت المساجد والآثار الإسلامية وأحرقت المصاحف، ومن ثم فرضت اللغة الفرنسية كلغة رسمية، وفرضت الديانة المسيحية كديانة رسمية أيضا بحسب ما ورد في موقع ساسا بوست. في عام 1917 قام قادة الاحتلال الفرنسي بدعوة علماء المسلمين في تشاد بزعم الحديث عن إدارة البلاد تحت الحكم الفرنسي، وبالفعل فقد اجتمع حوالي 400 عالم للقاء القادة الفرنسيين، لكن وعلى حين غرة قام الجنود الفرنسيون بذبح العلماء بالسواطير واحدا تلو الآخر في مجزرة عرفت بمجزرة الساطور. قد بررت فرنسا تلك المذبحة الوحشية بأنها كانت للقضاء على الرجعية. التجارب النووية. بالعودة مرة أخرى إلى الجزائر، فقد قامت فرنسا بتجارب نووية في صحراء الجزائر في الفترة ما بين 1960 إلى غاية 1966. قد وصل عدد ضحايا تلك التجارب إلى أكثر من 42 ألف جزائري، ولم تكتفي بذلك، إنما قامت بدفن النفايات النووية في الصحراء، وهو ما أدى إلى الكثير من حالات الإجهاض والتشوهات والسرطانات وغيرها من الأمراض النادرة بحسب ما ورد في موقع سكاي نيوز. بل وهناك روايات تقول بأن القوات الفرنسية إبان احتلالها للجزائر قامت بتثبيت 150 أسيراً جزائرياً في أوتاد خشبية، واستخدمتهم كفئران للتجارب لتجربة وتحليل تأثير الإشعاعات النووية على أجسادهم. هذا ولم تفصح فرنسا إلى الآن عن موقع دفن النفايات النووية، ربما لتخوفها من كشف أسرار كبيرة تدينها في هذا الملف، أو لتستخدمها كورقة ضغط وتفاوض في إطار ملف الذاكرة مع الجزائر، كما يعتقد المؤرخ رابح اليونسي. الإبادة الجماعية في رواندا. يبدو أن فرنسا لم تكتفي بالانتهاكات البشعة التي ارتكبتها في البلاد التي احتلتها فقط، وإنما امتدت جرائمها إلى الدول التي تتمتع فيها بنفوذ سياسي أيضاً. فقد لعبت فرنسا دوراً كبيراً في الحرب الأهلية التي جرت في رواندا عام 1994، فبحسب بعض التقارير الرواندية كانت فرنسا على علم مسبق بالمجازر التي تخطط لها جماعة الهوتو ضد أقلية التوتسي في رواندا. بالرغم من ذلك فقد غادر الجنود الفرنسيون المنطقة، بل واشترك بعض منهم في تلك المجازر، ولم تكتفي فرنسا بكل ذلك، بل أمدت المتطرفين بالمعلومات والأسلحة، وكانت نتيجة ذلك مقتل 800 ألف إنسان خلال 100 يوم فقط في واحدة من أسوأ الإبادات الجماعية في التاريخ. مساعدة الصرب في حرب البوسنة. قدمت فرنسا الدعم للقوات الصربية في الإبادة الجماعية التي جرت بحق المسلمين في مدينة سيربيرنيتسا عام 1995، وقتل فيها أكثر من 8000 مسلم، كما اغتصبت في تلك المجزرة الآلاف من المسلمات في أبشع جريمة إبادة جماعية بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. مساندة ميليشيات إنتي بالاكا في إفريقيا الوسطى. بالرغم من أن عمل القوات الفرنسية في أفريقيا الوسطى هو حفظ الأمن ومنع الاقتتال في تلك الدولة، إلا أن القوات الفرنسية تقدم الدعم لميليشيات إنتي بالاكا التي تدعي انتماءها للمسيحية في حملات التطهير العرقي ضد المسلمين هناك. مذبحة سان بارتليمي. لم تقتصر جرائم فرنسا على الدول التي احتلتها أو كان لها نفوذ سياسي فيها فحسب، بل إنها ارتكبت مذبحة رهيبة في حق مواطنيها من البروتستانت عام 1572،
فبسبب الخلافات الدينية والسياسية بين الكاثوليك والبروتستانت، أصدر الملك تشارلز التاسع ووالدته كاثرين دو ميديسيس أمراً بالقضاء على قادة البروتستانت، فجرى توزيع الأسلحة على الأهالي والجنود. ومع دق أجراس الكنيسة الكاثوليكية في 24 من أغسطس احتفالاً بعيد القديس بارثولوميو، بدأت واحدة من أسوأ المذابح الطائفية في التاريخ، إذ تم قتل الآلاف من البروتستانت الأبرياء حتى امتلأ نهر السين بالضحايا. يقال أن الناس قد امتنعوا عن أكل الأسماك لفترة طويلة، إذ شاع أن أحشاءها تمتلئ ببقايا تلك الجثث البشرية، وقد أطلق على تلك الليلة الدامية ليلة الرعب في باريس. كان ذلك جزءاً بسيطاً من جرائم دولة الفن والعطور كما يطلق عليها الآن، لكن الحقيقة أن تاريخ فرنسا الأسود سيبقى شاهداً على تلك الدولة التي لم تحترم يوماً حقوقاً أو حريات كما تزعم دائماً.